السلام عليكم. اليوم كالعادة نعرفكم بقطاع هام جدا، وهو قطاع رسكلة الألمنيوم وإعادة تصنيعه وإنتاج البروفيلي، يعني ما يسمى بالبروفيلي أون ألمنيوم. إذن لهذا المنتوج هام جدا واستراتيجي، حيث أنه يدخل في قطاع البناء، خاصة التغليف نتاع البنايات بصفة عامة، واللي عرف تطوير كبير في السنوات الأخيرة مع تطوير طرق نتاع البناء خاصة في البنايات العالية. إذن نخليكم تتابعوا نماذج من هذا المصانع التي تخصصت في الرسكالة وإعادة تدوير الألمنيوم من اللي يصبح منتوج من جديد، وهذا يكتسي أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة. وبدون إطالة أترككم تتابعون، والسلام عليكم. بعد 7 سنوات من التوقف التام عن العمل بهذا المصنع الخاص برسكالة الألمنيوم بولاية البويرة بسبب مشاكل بيروقراطية وأخرى إدارية، اليوم وبفضل استراتيجية الدولة الرامية لتذليل العقبات أمام المستثمرين مهما كان نوعها، استؤنف الإنتاج به بوتيرة أكبر مما كانت عليه سابقا. شركة جزائرية 100% مختصة في تحويل ورسكلة الألمنيوم، كذلك إنتاج بروفيلات طاقة شمسية، بروفيلات البناء، وأنابيب الري الفلاحي. الحمد لله اليوم بفضل قرار رئيس الجمهورية، قرار صائب يعني اللي يخضعه، تمكننا باش نعاودوا نفتحوا له ابواب، نعاودوا كما نقولوا نعاودوا نشغلوا ونفتحوا مناصب شغل جديده. احنا الحمد لله وين رجع المصنع هذا يخدم، ورانا الحمد لله رانا في 80 عامل. الوزين هذا راه نحل بطاله ياسر. احنا ثاني العمال هذا نوقفوا عليه كما وقفوا عليه الاولين وما نخلوش يطيح. الإرادة السياسية الفعلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتي ترجمت على أرض الواقع بإصدار مجموعة من القرارات الهامة، حفزت وشجعت القائمين على هذه الوحدة للرفع من سقف طموحاتهم بما يتماشى مع التوجه الجديد للحكومة. الآن كيف تحنا الوحدة تاعنا إن شاء الله راح نقوم برفع الإنتاج والتصدير للسنغال، التونس وفرنسا إن شاء الله. نطلب من السلطات العليا باش تعاون هذا الوزين وزينات الأخرين، ماشي نقول قاي هذا الوزين. نطلب من السلطة تاعنا الدولة زيد تدعمنا، وزيد إن شاء الله نزيدوا احنا في المنتوج ونزيدوا في العمال ونزيدوا في الرزق هذا تاع الشركة. تركيز السلطات على دعم ومرافقة المستثمرين في مختلف المجالات من خلال تبني آليات جديدة أكثر فعالية، خطوة من شأنها أن تضع حدا نهائيا لممارسات سابقة لطالما أثرت سلبا على عجلة التنمية، ومنه بداية رسم طريق جديد لتحقيق الأفضل للاقتصاد الوطني. هو واحد من بين المصانع المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع الألمنيوم بدقة وجودة أجهزته، استطاع أن يفرض نفسه في الأسواق المحلية. فايزة واحدة من بين العاملات هنا، تمكنت بفضل إرادتها القوية أن تصبح مسيرة للمصنع. المصنع يحتوي على 3 وحدات للإنتاج، عندنا وحدة الرسكالة، وحدة الإنتاج الخام، وحدة الدهن. دورنا في السوق الجزائري نزود المستهلك الجزائري بمنتوج جودة عالية. مرافقة الدولة للمستثمرين من خلال منح رخص الاستغلال سمح لهذا المصنع بتوسيع نشاطه وتوفير مناصب شغل جديدة. التحق بالمؤسسة عن طريق الأعلام، وين اكتسبت خبره في المؤسسه اللي خلاتني نجيري لي ماشين ولا بروديكسيون. كنت نخدم في السي ونقطعوا السلعه، وبعد بديت نخدم في تراكسيو وبالعقل ورانا معاه. الاعتماد على رسكله الالمنيوم سمح بتوقيف استيراد هذه الماده، والتي كانت تكلف في السابق اموالا باهظه. نقصت الاستغلال سمحت لنا باش نوفروا الماده الاوليه اللي كنا نستوردوها من قبل، وكانت تكلفنا ميزانيه كبيره لاستيراد الماده الاوليه،
واليوم بفضل دعم السلطات قدرنا نحصلوا على رخصة الاستغلال والدخول في استغلال لتوفير المادة الأولية. جودة المنتوج والعمل على تزويد الأسواق الوطنية يبقى الهدف الأساس الذي يسعى المصنع إلى تحقيقه، بل إلى تصديره مستقبلا. شعارها التحدي والإخلاص. فايزة موساوي تدير معمل إنتاج الألمنيوم بولاية عين الدفلة. دقة في التسيير، تحكم في الماكينات، وطموح لرفع سقف الإنتاج. تختص المعمل بصناعة مجنبات الألمنيوم موجهة إلى نجارة الألمنيوم بصفة عامة. تحتوي المؤسسة على 3 ورشات. الورشة الأولى تهتم بصناعة المادة الأولية اللي هي رسكلة الألمنيوم، تتوجه نحو الورشة الثانية اللي هي متخصصة في إنتاج مختلف أنواع المجنبات اللي تحتوي على أكثر من 1300 نوع من المجنبات الألمنيوم، وليتم إرسالها إلى الورشة الثالثة اللي هي ورشة الدهن لتتعالج المجنبات فيها بمواد كيميائية للحفاظ على جودة المنتوج لمدة 10 سنوات. اختارت كفاءات وطنية من مهندسين وتقنيين لتسيير الورشات. مجنبات الألمنيوم تخضع لمراقبة مستمرة على مستوى جميع مراحل الإنتاج من المادة الأولية إلى غاية الإنتاج النهائي. مراقبة مستمرة هذه تخضع إلى مقاييس ومعايير دولية. مصلحة الدهن من أهم المراحل في مصنع مجنبات الألمنيوم، لأنها تقوم بعملية نزع كل الدهون والشوائب من الألمنيوم قبل أن نقوم بعملية الدهن للمجنبات. 10,000 طن سنويا هي القدرة الإنتاجية لهذه المنشأة الصناعية. المؤسسة في هذا العام 2023 عندها برنامج مكثف للتصدير نحو السوق الإفريقي، ونطمح إلى تصدير للأسواق الأوروبية ولما لا، لأن المنتوج تاعنا حقيقة يمتاز بنوعية عالية، وكل عامل في المؤسسة يحاول أنه يحافظ على الجودة. المرأة الجزائرية أنموذج المثابرة والنجاح، استطاعت أن تساهم في إحداث وثبة اقتصادية وحركية في الإنتاج والصناعة التي تشهدها البلاد مؤخرا. مشروع كبير كان نتاجا لفكرة صغيرة تجسدت على أرض الواقع. يقوم المشروع على تحويل مخلفات الألمنيوم إلى مادة أولية لصناعة مختلف المنتوجات. شفنا مع وزارة البيئة لأول مرة وعطاونا تسهيلات الحمد لله. رانا نجيبوها من شتى الولايات تقريبا من الآن، من حتى 15 ولاية رانا نجمعوا منها هذا المادة اللي هي عبارة عن علب الألمنيوم. حفاظا على الطبيعة ودعما للاقتصاد الوطني، تحرص وزارة البيئة والطاقات المتجددة على مرافقة المشاريع من أجل استغلال النفايات الصلبة عديمة الفائدة إلى مواد ذات قيمة بإعادة تدويرها بأساليب صديقة للبيئة. عملنا مصفات الدخان هذه يخرج يعني تقريبا 0.5% وتخرج صافية تماما. المادة نستخدموها كمادة أولية لصناعة المدافئ المركزية، ونستهلك حوالي 300 طن سنويا. المادة فيها قيمة مضافة. تحقيق الهدف المنشود في مجال رسكلة النفايات شعبة يتولاها الشباب الجزائري ذو الهمة والعزيمة، خاصة وأنها نموذج واعد ينظر إليه كمورد وليس مجرد نفايات.